قداسة البابا يعني الحقيقة من الحاجات الجميلة اللي بنسمعها دايما وبنسأل عنها مصر ووجودها في الكتاب المقدس. كلمة مصر، اسم مصر وكلمة المصريين ذكرت في الكتاب المقدس بعهده حوالي 700 مرة، فمصر تحتل مكانة كبيرة جدا في الكتاب وفي التاريخ الديني. ومصر اختصت بثلاث حاجات مهمة لا توجد في أي مكان في العالم من ناحية دينية يعني. أولا نبوة في العهد القديم قبل ميلاد المسيح بحوالي 800 سنة في سفر أشعياء النبي، نقرأ العبارة المشهورة مبارك شعبي مصر. دي مبارك نبوة. شعبي مصر، أيوة جميل. دي نبوة من قبل دخول المسيحية مصر ب700 يعني كانت سنة. نبوءة من النبي أشعياء عليه السلام. في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر اللي هو في الدير المحرق في أسيوط. الحاجة التانية اللي اختصت بيها مصر زيارة العائلة المقدسة، تمام، ما زارتش أي بلد تاني. دي في القرن الأول الميلادي. وسؤالي هنا يعني بتصور لماذا السيد المسيح عليه السلام وأمه السيدة العذراء عليه السلام أيضا لماذا أتوا إلى مصر؟ لماذا لم يتوجهوا إلى دولة أخرى، إلى حدود أخرى؟ الملاك ظهر للقديس يوسف النجار اللي هو كان حارس لأمنا العذراء مريم وقال له قوم خد الصبي اللي هو السيد المسيح واهرب إلى أرض مصر. وفي آية في العهد القديم تقول كده، من مصر دعوت ابني. كان مصر قدمت دعوة تعالى زورنا. فجاي السيد المسيح كطفل صغير يزور. هو شيء يشرفنا طبعا، بس يعني هو معنى جميل برضه. باعتبار انها نوع من الامان، نوع من التاريخ القديم، زي ما بنقول في كلماتنا المحروسة. وزي ما قال جمال حمدان وحضرتك يعني شديد القراءة له، انها فلتة من فلتات التاريخ. فلتة يعني هذا الوطن فلتة. وقالوا له يعني ايه فلتة؟ قال لهم هذا الوطن ابوه التاريخ وامه الجغرافيا. وعلى فكرة قال كمان عبارة مهمة قوي، قال ان مصر وطن لا ينقسم ولا يندمج. يعني هذا الوطن بحدوده منذ ان وجد، ايوه، لا ينقسم ولا يندمج. وعايز اضيف كمان حاجة جميلة، ان مصر تقريبا الدولة شبه مربعة في العالم، 1000 كيلو في 1000 كيلو. أنا مرة زرت يعني رئيس دولة في أوروبا وبعدين بقول له الحكاية دي، قال لي فعلا ده احنا ولادهم يعني في المدارس لغاية النهاردة ما بيعرفوش يرسموا خريطة البلد لأنها كلها جزر وكلها حتت مقطعة. احنا الحمد لله سهلة، لوحة جميلة. نبوة في العهد القديم، زيارة العائلة المقدسة في بداية العهد الجديد، كرازة القديس ماري مرقس سنة 68 واستشهاده. فدول اتجمعوا في بداية التاريخ الديني. ومن هنا ذكرت مصر في كل المراحل اللي هي. فمصر لها وضعية كبيرة. والحقيقة مرة أنا قلت عبارة جميلة، قلت إن كل دول العالم في إيد الله إلا مصر في قلب الله. الله، تعبير جميل، يعني هي كده فعلا. عندي إحساس دايما إن مصر تقودها القوانين الإلهية. صح في قوانين في الاقتصاد والزراعة والصناعة و و و، لكن عين ربنا عليها. يعني فكرة المحروسة، يعني فكرة المحروسة. والأمن طبعا، يعني كلها عوامل مجتمع ويا بعض. عايز أقول لحضرتك حاجة جميلة قوي، إن احنا في التاريخ كلنا عايشين حوالين نهر النيل زي في الخريطة، وبقيت الأراضي فاضية بقى الصحراء. أحد أسباب نشأة الرهبنة في الصحراء، انت لو بصيتي خريطة الأديرة عندنا في مصر حوالي 50 دير، لو بصيتيهم تلاقيهم كده في الصحراء كلهم. هذه صلوات مرفوعة تحرس مصر، ودي صلوات مستمرة يعني في الأديرة، دي شغلتهم الصلاة. فعشان كده هي فعلا المحروسة، هي المحروسة. جميل.